بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 117. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، قد تكلم الشيخ رحمه الله عن الجن من حيث وجودهم وتكليفهم وانقسامهم إلى مطيع وعاص، وعن جزائهم. قال رحمه الله: وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة، فإن من الناس من رآهم، وفيهم من رأى من رآهم، وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين، ومن الناس من كلمهم وكلموه، ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم، وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين. وقال: إنهم مأمورون بالفروع والأصول بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثل الإنس في الحد، لكنهم مشاركون للإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. هذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم مستحقون لعذاب النار كما يدخلها من الآدميين، لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم، فذهب الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إلى أنهم يدخلون الجنة. وروي في حديث رواه الطبراني أنهم يكونون في ربض الجنة، يراهم الإنس من حيث لا يرونهم. وذهب طائفة منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا كالبهائم، ويكون ثوابهم النجاة من النار. وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين. فقيل: فيهم رسل لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وقيل: الرسل من الإنس والجن فيهم النذر، وهذا أشهر، فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية. قالوا: وقوله ألم يأتكم رسل منكم، كقوله: يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح. وكقوله: وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والقمر في واحدة. وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة، مثل ما في مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالعظم والروث، وذلك لئلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم. وهذا يبين أنه إنما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم الله عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، إلى قوله: إني أخاف الله والله شديد العقاب، فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله. والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور. وأيضا فإبليس الذي هو أبو الجن لم تكن معصيته تكذيبا، فإن الله أمره بالسجود، وقد علم أن الله أمره، ولم يكن بينه وبين الله
رسول يكذبه. ولما امتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي، الحديث. وقد قال تعالى في قصة سليمان: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وقد جعل في ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان. وقد قال تعالى عن إبليس: إنه عصى ولم يقل إنه كذب. قد قال تعالى عن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى قوله: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، الآية. وأمروا بإجابة داعي الله الذي هو الرسول. والإجابة والاستجابة هي طاعة الأمر والنهي، وهي العبادة التي خلق لها الثقلان، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن قال إن العبادة هي المعرفة الفطرية الموجودة فيها، وأن ذلك هو الإيمان وهو داخل في الثقلين فقط، فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن من الثقلين كافر. والله أخبر بكفر إبليس وغيره من الجن والإنس. قد قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وأخبر أنه يملأها منه ومن أتباعه، وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من اتبعه. فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس، ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين، إلى أن قال الشيخ رحمه الله أيضا: فقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى قوله: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فبين أن الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل آيات الله، والدلائل الدالة على هذا الأصل وما في الحديث والآثار من كون الجن يحجون ويصلون ويجاهدون وأنهم يعاقبون على الذنب كثير جدا. قد قال تعالى فيما أخبر عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قالوا مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة، فأخبر أن منهم الصالحون ومنهم دون الصالحين، فيكون إما مطيعا في ذلك فيكون مؤمنا، وإما عاصيا في ذلك فيكون كافرا. ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وغير صالح، فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات، فالصالح هو القائم بما وجب عليه، ودون الصالح لا بد أن يكون عاصيا في بعض ما أمر به، وهو قسم غير الكافر، فإن الكافر لا يصف بمثل ذلك. وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات. انتهى ما أورده الشيخ في هذا المعنى. قلت: وفي زماننا هذا من ينكر وجود الجن اعتمادا على عقله الكاسد ونظره القاصر، ولأنه لا يؤمن بالغيب، ولا شك أن إنكار وجود الجن كفر وردة عن الإسلام، لأنه تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، حيث جاء ذكر الجن في كتاب الله وسنة رسول الله، وأجمع العلماء على وجودهم. ومن الكتاب المعاصرين من يقر بوجود الجن لكنه ينكر صرعهم للإنس ودخولهم فيهم، وهذا ضلال وخطأ واضح، لأنه قد ثبت بالأدلة وبالواقع المشاهد صرعهم للإنس. والواجب على المسلم أن يسلم لما صحت به النصوص وشهد به الواقع،
ولا يعتمد على عقله وظنه فينكر شيئا ثابتا وواقعا مشاهدا. والله تعالى ولي التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.